ارتفاع كبير وغير مسبوق شهدته محافظة ديالى بأسعار مادة الطحين، ارتفاع سبب استياء شعبيا وسط حديث عن تهريب هذه المادة وغياب الإجراءات الحكومية للسيطرة على الأسواق ومنع التهريب. هان يا أبو أسواق، إن من نوجه صوتنا رئيس الوزراء للحكومة؟ ماكو، ما حد طلع يحكي، ما حد طلع صوته. الطحين شان ب 18,000، صار ب 19، صار ب 20، 21، 22، 23، 24، الشكر كان ب 21، هسه ب 26، الطحين والحصة كان ب 35، 34، 45، هسه ب 50 ما ادري ب 51,000. المن الفقير منين يجيب؟ هذا سايق التوك توك خطيه منين يجيب؟ يعني كو مقبز ضررت هوايه، يعني شغلي ما اقول لك يعني نزل نزل نص شغل نزل، يعني هواية ضررت. زين احنا ورانا ايجار. قائم مقام بعقوبة اكد قيام بعض التجار بتهريب مادة الطحين الى خارج المحافظة، متحدثا عن خطة للقضاء على شح هذه المادة والسيطرة على الاسعار. لوحظ قيام بعض التجار بشراء هذه المادة من اسواق معقوبة ونقلها خارج المحافظة إلى محافظة أخرى. نحن كإدارة محلية فاتحنا السيد المحافظ بالموضوع لمفاتحة الجهات الأمنية لغرض السيطرة على هذا الموضوع ومنع خروج هذه المادة، وكذلك تم مفاتحة الشركة العامة لتصنيع الحبوب بإمكانية تجهيز الأفران والمخابز بمادة الطحين. وتشهد السوق العراقية ارتفاعا مستمرا بجميع مفردات المواد الغذائية في وقت يرى مراقبون وناشطون أن سبب ارتفاع الأسعار يعود لعدم امتلاك الحكومة لأي بدائل سوى الاستيراد من الخارج مع عدم دعمها للمنتج المحلي.